ما هو واجبنا تجاه الأسرى والمعتقلين؟ تكلمنا سابقا في فعاليات مشابهة تتعلق بالشهداء أنهم ليس بمجرد يذهب الشهيد يذهب أيضا في نسيان الحرج لهم. فهنا عدة نقاط. النقطة الأولى أن نديم تذكارهم ولا ننساهم، وفي ذلك إحياء للقضية وإحياء للحرام، أن هؤلاء يبقون في قلوبنا وعلى ألسنتنا وأمام أعيننا من خلال صورهم، من خلال تذكرهم، أيضا دوام السؤال عنهم ومتابعة أخبارهم وما يتعلق بهذا الأسير أو ذاك المعتقل، خصوصا الآن مع وجود شبكات التواصل الاجتماعي. يعني عندما تحدث زيارة للمعتقل للأسير عادة في كل منطقة يوصلون سلام للأهالي إن فلان بخير وسلم عليكم كذا، وعلى قولة الإخوان دائما هذا الشعور والصمود. وإن شاء الله يعني هذا الأمر لأن اللي من ذكره فعلا يخليهم في حالة صامدة وفي حالة من عدم اليأس، أن هناك من يتذكرهم ومن يسأل عنهم لما نلتقي بأهاليهم، خصوصا الأصدقاء المقربين، شخبار فلان شخبار كذا، وصلوا لي سلام في الزيارة، زين احنا ندعو لي احنا ما نسينا. فلما يروحون الأهالي يوصلون هذه الرسائل إلى هذا المعتقل إلى هذا السجين فإن معنوياته ترتفع وفعلا يزداد صمود وسلامة، أن أصدقائه وأحبائه ما نسوا وإنما يتذكرونه دائما، يسألون عن أخباره، يوصلون السلام، يذكرون بعد أنه يدعون له ولم ينسوه من الدعاء. وخصوصا إذا حدثت يعني عند بعض مضام الدعاء، مثلا احنا في ليالي الجمعة أو مثلا يعني في الأدعية مثلا الحين الليلة الأربعة دعاء التوسل، ليلة الجمعة دعاء كمين مثلا، بعد الدعاء أو دعاء الندبة صباح يوم الجمعة ما ننسى أسرانا، ما ننسى المعتقلين، ندعو لهم خصوصا مع توجه القلب أن ندعو لهم بهذا القلب الصادق. أيضا في سفراتنا، يعني هذا يوم من الأيام كان معاك، يمكن يسافر إياك، يمكن يروح ويجي ويتواجد معاك، الآن مسكين هو خلاص قيد طويل ما يقدر يتحرك، لكن أنت الحركة باقية أنك تسافر مثلا تروح مكة المدينة مثلا العتبات المقدسة في العراق أو إيران، فهناك خاصة في الأماكن تدعو لأخيك